السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في قناة التعليمية بياد مصطفى. اليوم إن شاء الله فيديو جديد من فيديوهات مادة الرياضيات مستوى الجيد المشترك علمي مسلك دولي، يعني تنهضروا على المات ديال ترون كومان بيوف. تخي بيان، غادي نخدم معكم واحد ليكزارسيس تعطى بزاف في لي دوفا سيرفي يعني في لي كونترول. فوالا نقرا عليكم ليكزارسيس، وهذا ليكزارسيس هو تندرج ضمن هذاك الدرس ديال l'arithmétique dans n ou bien l'ensemble n et notion de base en arithmétique. Alors, le premier chapitre qui est dans le tronc commun biof, dans le maths. Donc déterminer tous les entiers naturels x et y tels que x et y moins 3x plus y égale 11. Bon, il faut gagner les entiers naturels qui ont apporté cette équation. D'accord. Cette soirée, mon kiné, t'as pu t'arracher mon kiné, vous lui résoudre cette équation. T'as bien le donc n au carré. Alors je dis n au carré, là nous avons un couple x et y, x appartient à n, y appartient à n. Mais tu connais un couple, là nous voulons résoudre dans n, donc voulons résoudre dans n au carré. Alors tu prends la même question, tu prends la même question. Donc l'air d'aller. Finalement, il vous dit qu'il y a une équation. Résoudre l'équation de l'ensemble n, nous allons nous faire un peu de des entiers naturels qui sont en train de se faire. Si vous avez une question, vous allez vous faire un peu de temps. Vous allez vous faire un peu de la forme. Vous allez vous faire un peu de temps. Vous allez vous faire un peu de temps. Vous allez vous faire un peu de temps. نعطي اكزومبل بحال مثلا اكس موان 4 y بلوس 3 وهنا 5. شتي الا وصلتي لهاد الكتابه رديتي هادي على هاد الشكل راك جاوبتي. شتي الاخر لانه لو وصلنا هنايا من بعد الامور غادي تكون ساهله، لانه هاد المعادله تنعرفوا كيفاش نخدموها، وهادشي غادي نشوفوا كله في هاد التمرين ان شاء الله. دونك ديما تعطاك شي معادله بحال ديما رجع على هاد الشكل. برودوي ايغال واحد العدد، برودوي واحد ليكسبريسيون مضربه في واحد ليكسبريسيون كتساوي واحد العدد، هنا ما خاص تكون فيه لا اكس لا واي. داكوغ، دونك هذه الا كتبتها على هذا الشكل امور سهله. تيبقى كيفاش انا هذه غادي نكتبها بايزوم على هذا الشكل هذا. هنا غادي نجاوبوا على هادشي، شوفوا معايا الله يرضى عليكم. ناخذ هاد التعبيرات، دونك ريبونس انا x, y, moins 3x, plus y, égale à 11. Je vais te dire, je vais vous parler de cette expression. La première chose, c'est que je vais voir l'équation. Je vais vous faire un peu de factorisation, je vais vous dire. Je vais vous faire un peu de factorisation. Je vais vous faire un peu de factorisation. Je vais vous factoriser par x. Je vais vous dire, x factor. y moins 3 plus cette y نخليها égale à 11. مزيان. من بعد نقدر هنا شنو غادي ندير، هاد x فاكتور y moins 3 مزيان، وهاد y ما عنديش x، دونك عندي y هنايا. هاد y تخيلوا كون كانت عندي هنا، عندي هاد ليكسبريسيون كلها y ناقص 3 هنايا، غتكون الامور سهله، نسهل ليا ندير الفاكتوريزاسيون. شوف شنو غادي ندير، غادي نشد الطرف كله نقص منه 3 باش تبقى ليغاليتي، خاص حتى الطرف الاول والثاني تاهو نقص منه 3. شنو درت؟ هاد التعبير كامل نقص منه 3 وهذا تاهو نقص منه 3. علاش درت بحال هكا؟ باش يولي دابا عندي واحد الفاكتور كوما. دابا راه نقدر نعمل هنايا، داكوغ؟ الى عملت شنو يولي عندي؟ y موان هنا راه نقدر ندير دي بارونتيز هنا في هاد البلاصه، داكوغ؟ هيا كاع نجي ندير هنايا باش تبان y موان 3 بلوس y moins 3. إلا درت لي بارونتيز قدام بلوس تاع لي سين ما تيتبدلوش، 11 ناقص 3 شحال؟ راه هي 8. من بعد هنا نعمل بهادي، اش تولي عندي؟ y moins 3 فاكتور x، هنا اش يكون عندي هنا؟ راه بحال عندنا 1 x بلوس 1 إيكال 8. دونك شنو قلت الويلة؟ خاصني نوصل شي فورم شي كتابة ديال بحال برودوي تيساوي عدد، أنا وصلت ليها، برودوي كيساوي ليا عدد. دابا الأمور سهلة، x و y اللي تنقلب عليهم راه غير دي زونتي ناتوريل. بمعنى باش نحل هاد المعادله كنمشي نقلب على البرودوي اللي تيعطيني 8، بمعنى كنمشي بعدا نعرف لي ديفيزور ديال 8. شنو هما لي ديفيزور ديال 8؟
كاين عندنا 1 وكاين عندنا 2 وكاين 4 وكاين 8، اربعه ديال لي ديفيزور. اذا فوقاش هاد برودوي كيساوي 8؟ اذا كان مثلا هذا كيساوي 1 وهذا 8، باش تجيني 1 في 8 راه هي 8. دونك شنو نجي نكتب؟ سينيفي هاد المعادله تتعني ماذا؟ برودوي ايغال 8، صافي دير غنقلب على لي زونتي لي زونتي ناتوريل، غنقلب على دو زونتي ناتوريل البرودوي ديالهم ايغال 8. هاد لي دو زونتي ناتوريل راه باغمي لي ديفيزور ديال 8. شنو قلنا لي ديفيزور ديال 8 شنو هما؟ راه قلنا هما 1 و 2 و 4 و 8. اذا برودوي تساوي 8 كاين عندنا هاد الحاله، هاد ايكغيك ناقص 3 يعني هاد الفاكتور الاول تساوي 1، الفاكتور الثاني شنو يساوي؟ يساوي 8. باش تجيني هادي الا كانت 1 وهادي 8، 1 فوا 8 سي 8 مزيانه. و العكس اذا كان في الاول خديت هذا 1 وهذا 8، دابا ناخذ هذا 8 وهذا 1، 8 في 1 3 2. دونك ايغريك ناقص 3 كتساوي 8، اي اكس زائد 1 كتساوي 1. دونك شوفوا شنو درت هنا، هاد البرودوي فوقاش غادي يساوي 8 اذا كان هذا كيساوي 1 وهذا 8، او العكس هذا كيساوي 8 وهذا 1. هادشي اللي جيت كتبت هنايا. واش كاين عندنا غير هاد الاحتمال؟ نو، كاين دوطخو بوسيبيليتي. ممكن هذا يساوي 2 وهذا 4، هي إيكغي ناقص 3 كتساوي 2 وهذا 4. علاش؟ لأن 2 في 4 كتعطيني تاهي 8، و إكس زايد 1 كتساوي 4، ولا العكس إيكغي ناقص 3 هي اللي تساوي 4 والأخرى إكس زايد 1 شحال تساوي 2. واش بقى عندي شي برودوي آخر تعطيني 8؟ مبقاش. دونك عندنا دو برودوي، كاين عندنا 1 في 8 كتعطينا 8، وكاين عندنا 2 في 4 كتعطينا 8. دونك ها هما الحالات بثلاثة هنايا، بأربعة اللي حصلنا عليها. كنحل هاد النظمات كاملين، نبدا هادي نظمات ساهلين. إكغي كتبقى هنايا، ناقص 3 نحول الجهة الأخرى تولي 1 زائد 3 هي 4، إكس كتبقى هنايا، 1 نحول الجهة الأخرى تولي 8 ناقص 1 هي 7. دونك فوالا حنا لقينا لي فالور الأولى، إكس إذا كانت تساوي 7 و إكغي كتساوي 4، راه غادي نلقاو هاد ليكسبريسيون تتساوي فعلا 11. ممكن تعوضوا وتجربوا وتلقاو داكشي فغي. و إكغيك تتساوي هاد ناقص 3 نحولها للجهة الأخرى تولي 8 زائد 3 شحال؟ 11. وهنا إكس شنو تساوي؟ 1 نحولها للجهة الأخرى تولي 1 ناقص 1 0. و إكغيك تتساوي ناقص 3 نحولها للجهة الأخرى تولي 2 بلس 3 سي كوا؟ سي 5. إكس شنو تساوي؟ 1 نحولها للجهة الأخرى تولي 4 ناقص 1 شحال؟ غتولي 4 ناقص 1 راهي 3. تخي بيان. و إكغيك شنو تساوي هنايا؟ ناقص 3 نحولها للجهة الأخرى تولي 4 زائد 3 7، إكس 1 نحولها للجهة الأخرى تولي شحال؟ 1. إذا لي فالور اللي حنا تنقلبو عليهم راه هما هادو، ها الفالور الأولى، ها الفالور الثانية، ها الفالور الثالثة. دونك حنا جاوبنا على السؤال، دونك كاع لي زونتي ناتيوال إكس إكغيك لي تيحقو ليا المعادلة هما هنا. الحالة الأولى إكس تساوي 7 و إكغيك تساوي 4، الحالة الثانية إكس 0 أنا 11 وغادي فوالا. بعض المرات تقدر طيح في شي نظمات بحالك، مثلا في واحد النظمة تقدر تخرج لك هنا إكغيك تساوي 7 وهنا إكس تقدر تخرج لك مثلا ناقص 3، وأنت راه خدام تتقلب غير على لي زونتي ناتوغيل، خرج لك عدد سالب. كون خرج لي هنا في هاد النظمات كامل شي حاجة سالب، بحال مثلا كون خرجت لي هنا ناقص 3، هاد الحل ما تناخدوش. كنقول امبوسيبل، نكتب تحت منه امبوسيبل ما تناخذوش، تناخذوا الاخر اللي فيهم قيم اللي هي بوزيتيف دي زونتي ناتوريل. اذا هنا اوغوزمون خرجوا لي كلهم بوزيتيف، مي راه لا بليبار دي طون يقدروا يخرجوا لكم بعض يعني بعض النظمات اللي غادي تحلوهم وتلقاو فيهم دي نومبر نيجاتيف. اون فوا تلقى نومبر نيجاتيف هذيك النظمه ما تاخذش كاع لي فالور اللي خرجوا فيها، وتتكون الاجابه بهذا الشكل هذا. اما اذا كون عطانا هنا قال لي ريزودر ليكواسيون، ريزودر دون ان او كاري هاد ليكواسيون، هنا ملي تيقول لي ريزودر تنجي نكتب لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي، ونكتب السوليسيون كيفاش غادي تكتب. انا نعطيهم لكم عقلوا لي من النهار ديالك. هادي في حاله تكون قال لي ريزودر ليكواسيون، السوليسيون الاولى تكتب 7 4 بحال كيف ما تنديروا النظمات، تقول لي لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي 100 7 4
Solution tania. 0,11. Solution delta. 3,5. يعني تيكون عندنا دي كوب والسوليسيون الرابعة راه هي 1,7. غادي يكون قال لي غيزودغ ليكواسيون. اما هو قال لي هنايا غير ديتيرميني لي زونتي، صافي انا راه مبيني هنا راني حددت كاع لي زونتي ناتوريل اكس و ايكغيك كلهم واضحين هنايا. داكوغ و تنكون جاوبت على لا كيسيون. فوالا شيغ زيليف، جيسبيغ انكم تكونوا فهمتوا معايا هادشي مزيان. اي اون اتوندون ان شاء الله نشوفوا دوطخ اكزارسيس اي دوطخ سيتياسيون. Je vous remercie infiniment à votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.